السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشط الناخب الوطني جمال بالماضي بعد المباراة المهمة والصعبة التي فاز بها المنتخب الجزائري أمام منتخب بوركينا فاسو ندوة صحفية وجاء فيها ما يلي: لو سجل محرز الثاني لشاهدنا مباراة أخرى، كنت أنتظر أن تكون المباراة صعبة، في مثل هذه المباريات الأهم هو التأهل، نحن أقوياء ذهنيا ونحترم كل منافسينا، راضي عن اللاعبين وما حدث سيكسبهم خبرة أكثر. أقول لمدرب بوركينا فاسو أننا لا نضغط أبدا على الحكام، وجدنا صعوبات بسبب الأرضية الثقيلة والأجواء المناخية الصعبة، هذه تصفيات المونديال ولو كانت سهلة لما شاركنا 4 مرات. وجدنا صعوبات بسبب الأرضية الثقيلة والأجواء المناخية الصعبة، نحن من بين أفضل المنتخبات العالمية تسجيلا للأهداف، كل تضحياتنا كانت من أجل هدف التأهل وحققناه، هذه هي التصفيات، شاهدوا ماذا حدث للبرتغال وإيطاليا،